بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثالث من الفصل السابع لمقرر النظم والتشغيل. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن الديسك سكيدولينج بالتفصيل، ونبتدي مع بعض أول لوغاريتم من لوغاريتمات الديسك سكيدولينج، ألا وهي إيه؟ فيرست كوم فيرست سيرف. تعالوا نشوف مع بعض. اللوغاريتم يا جماعة اسمه فيرست كوم فيرست سيرف، معناه إيه؟ أول واحد واقف في الطابور عندي يخدم الأول. طبعا احنا خدنا الكلام ده قبل كده في السي بي سكيدولينج، فاكرين؟ طيب ايه الحكايه بقى يا جماعه؟ الحكايه بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عارف ان الهيد هو المسؤول عن القراءه والكتابه، مش كده؟ بنعتبر ان الهيد قدامه طابور من الخدمه، يعني مجموعه من التراك عايز يخدمها، عايز يتحرك في مجموعه من التراك. كل تراك له رقم هنرمز له برقم زي ما احنا ايه هنشوف دلوقتي. طيب ازاي نخدم الارقام ديت؟ كل رقم بيدل على رقم تراك، مش كده؟ ازاي يتم الخدمه؟ لازم في الاول يا جماعه نبتدي باول لوغاريتم اسمه فيرست كوم فيرست سيرف. في اللوغاريتم ده عشان تفهمه هناخده بمثال. هنقول ان احنا بنفترض ان الهيد ده يا جماعه ريد رايت هيد عندي تراك رقمه 53، ومطلوب خدمه التراكس ذات الارقام التاليه، حاطينها في كيو قدامك اهي، 98 183 37 122 14 124 65 و67. جميل. واحنا لسه قايلين دلوقتي التراك فين يا جماعه؟ الهيد فين؟ عند التراك رقم كام يا جماعه؟ عند 53. جميل. طيب نبتدي اللوغاريتم ده ازاي؟ بيقول لك ايه؟ ها الكيو اللي قدامك ده اهو مثله على خط اعداد زي ما انت شايف كده، بيبتدي من ايه؟ ها من الصفر حتى اول رقم، يعني ايه قريب من ال 100 الاولانيه. يعني احنا مثلا على سبيل المثال اخر رقم عند 183 معايا يا جماعه؟ اذا ها اخر ها الديسك عندي يكون 199، يعني اقرب من ايه 100 للرقم الاخير. جميل جميل. وهنمثلهم على خط الاعداد تقريبا بنسبه وتناسب. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عند ال 14 يبقى ال 14 ايه تبقى في الاول، يليها 37 53 وهكذا، وتقريبا حافظ على النسبه والتناسب. طيب ما تنساش تمثل الارقام كلها وتمثل كمان الهيد. الهيد واقف عند مين؟ عند 53، حط نقطه كمان ال 53 قدامك. جميل يا جماعه جميل. وابتدي اخدم بقى فيرست كوم فيرست سيرف. طب اخدمها ازاي؟ بيقول لك اقف عند ايه؟ عند الهيد، الهيد هي عند النقطه دي، ها تقف عند النقطه ديت وتبتدي تتحرك. اول واحد في الطابور هو مين يا جماعه؟ 98. برافو عليك. يبقى اذا اتحرك اروح ل 98 زي ما انت شايف كده بسهم. طيب ميل السهم ده ميل انت اللي تتحكم فيه بايدك، يعني مش بزاويه محدده، لا يعني بميل كده تتحكم فيه بايدك، هتروح لكام؟ ها ل 98. طيب مين تاني واحد في الطابور يا جماعه واقف وعايز يخدم؟ ال 183. مظبوط. هروح اتحرك بسهم برضو واروح ارسمه عند ال 183، طبعا هروح بخط مستقيم. جميل. مين تاني يا جماعه عايز يخدم في الطابور؟ ال 37. اروح برضو ايه بخط مائل كده واروح اخدم ايه ال 37 واقف عندها. يليها مين؟ ها 122. جميل. اروح بسهم عند ال 122 واقف عندها. معايا يا جماعه؟ كده يبقى انت بتمثل اللوغاريتم فيرست كوم فيرست سيرف، تمسك كل واحده وتروح لها بسهم وبخطوه ثابته زي ما انت شايف كده. السهم الميل بتاعه زي ما انا قلت لحضرتك دلوقتي، الميل بتاعه غير محدد الزاويه، لكن انت بتحددها بايه؟ بايدك. جميل. بعد كده ال 122 بتتحرك لمين؟ ها لل 14، وبعد كده ال 124، مش كده؟ وبعد كده كام؟ ال 65، وبعد كده ال 67. معايا يا جماعه؟ اذا احنا كده مثلنا اللوغاريتم بتاعنا اسمه فيرست كوم فيرست سيرفس. هيطلب منك حاجه اخيره، هيقول لك ايه؟ احنا عدينا على كام سلندر؟ هنحسب المسافه الكليه. يعني ايه نحسب المسافه الكليه؟ نحسب المسافه الاولى من 98 ل 53 مشينا مسافه قد ايه، ونحسب المسافه الثانيه مشينا مسافه قد ايه مجرد عمليه طرح بس، ال 183 ناقص ال 98، وبعد كده نحسب المسافه الثالثه اللي هي من 183 ل 37، عمليه حسابيه جبريه عاديه جدا. هنقول كده ال 183 ها هيكتبوا كده 183 ناقص ال 3 ايه 37. طيب ونحسب المسافه كمان ديت من 37 لكام؟ ل 122. يعني هنقول كده 122 ناقص كام؟ ها ال 37. نقعد نحسب المسافات دي كلها يا جماعه اللي احنا مشيناها ايه على السلندرز دي كلها ونحسبها مع بعض. هتلاقي لو انت حسبت المجموع الكلي هتلاقيه 640 سلندر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.